السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الموجز الأخباري لهذا اليوم. حكومة السودان إنجازات على مختلف الأصعدة. عراقتشي: حذرنا أمريكا وأي دولة تفتح أجوائها لاستهداف إيران تتحمل المسؤولية. الأسعار غير مستقرة، الدولار يحلق 20,000 عن السعر الرسمي. الداخلية ترصد 72 حالة ترويج لإشاعات خلال أسبوع. أنصار الله في اليمن تتبنى قصف الأراضي المحتلة بصواريخ مجنحة نوع قدس 5. تمديد حظر الطيران في إيران حتى الخميس. وزير الدفاع الإيراني يكشف نتائج عملية وعد الصادق 2 ضد إسرائيل. تظاهر في ميسان بسبب عمل السيارات من المحافظات الأخرى. المصادقة على محاضر العقود لمديريات تربية الكرخ الأولى والثانية والرصافة الثالثة. إليكم تفاصيل الأخبار. حكومة السودان إنجازات شاملة في استعادة الاستقرار وتعزيز التنمية والإصلاح في العراق وسط اضطرابات سياسية وتوترات اجتماعية واقتصادية. تمكنت الحكومة الحالية في فترة قصيرة من تحقيق مجموعة من الإنجازات التي ساهمت بتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي يوم الأربعاء 22/1/2024 إن بلاده حذرت الولايات المتحدة بعد الهجوم الذي شنه الحرس الثوري الليلة الماضية على إسرائيل بعدم التدخل، مبينا: حذرنا واشنطن بعد الهجوم من التدخل وأكدنا أننا سنتعامل بقوة مع أي تدخل لدعم الكيان الإسرائيلي. وجدد عراقتشي في تصريحات صحفية أطلعت عليها بغداد اليوم عقب اجتماع للحكومة الإيرانية نفيه أن تكون طهران قد أبلغت واشنطن قبل الهجوم على إسرائيل. وقال: قبل الهجوم الإيراني لم يكن هناك تنسيق مع الجهات الخارجية. وحمل عراقتشي أي دولة تفتح مجالها الجوي لإسرائيل لشن هجوم على إيران، وقال: أي دولة تفتح مجالها الجوي لاستهدافنا تتحمل المسؤولية. سجلت أسعار صرف الدولار اليوم الأربعاء 22/1/2024 ارتفاعا ملحوظا في بورصتي الكفاح والحافية الرئيسيتين بالعاصمة بغداد. وقال مراسل بغداد اليوم إن الأسعار غير مستقرة وتتغير باستمرار في البورصات، حيث سجلت أسعار البيع في بغداد 152,500 دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي. وأضاف أن أسعار البيع في أربيل سجلت 152,750 دينارا، وفي السليمانية كانت 152,800 دينار، بينما سجلت أسعار البصرة 152,500 دينارا مقابل كل 100 دولار أمريكي. أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء 22/1/2024 رصدها 72 حالة ترويج إشاعات خلال الأسبوع الحالي. وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان تلقته بغداد اليوم إن الوزارة سجلت وخلال الأسبوع الحالي 72 إشاعة متنوعة، ودعا ميري إلى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية والابتعاد عن الإشاعات المغرضة وعدم الانجرار وراء الصفحات التي تروج لأخبار غير صحيحة بعيدة عن الواقع. أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الأربعاء 22/1/2024 إنها استهدفت مواقع عسكرية في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، وذلك بثلاث صواريخ مجنحة نوع قدس 5. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريح في بيان إن القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية استهدفت مواقع عسكرية في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، وذلك بثلاث صواريخ مجنحة نوع قدس 5، انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني ودعما للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية. وأضاف أن الصواريخ تمكنت من الوصول إلى أهدافها بنجاح وسط تكتم العدو عن نتائج العملية.
أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الأربعاء 2 تشرين الأول 2024 تمديد حظر الطيران في جميع أنحاء البلاد حتى الساعة 5 صباحا من يوم غد الخميس. وأعلن المتحدث باسم مؤسسة الطيران المدني الإيراني جعفر يازرلو يوم أمس الثلاثاء إلغاء جميع الرحلات الجوية في أنحاء البلاد حتى الساعة 10 من صباح اليوم الأربعاء، وذلك لحماية سلامة وأمان الطيران نظرا للوضع في المنطقة والهجمات الصاروخية. وقال يازرلو في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيرانية إرنا إن المعلومات اللازمة حول رحلات المسافرين ستعلن من قبل مؤسسة الطيران المدني خلال الساعات القادمة. وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء أمس الثلاثاء استهداف قواعد عسكرية إسرائيلية قرب تل أبيب، وذلك خلال هجوم صاروخي واسع أطلق من إيران. بينما تتحدث إسرائيل عن فشل الهجوم الإيراني على أراضيها، أكدت طهران نجاح العملية التي أطلقت عليها الصادق 2. وفي تصريح للصحفيين عقب اجتماع للحكومة الإيرانية قال وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زادة الأربعاء إن نسبة نجاح عملية الوعد الصادق الثانية التي استهدفت إسرائيل الليلة الماضية تجاوزت 90%. وأضاف عملية الصادق 2 كانت ممتازة وتستند إلى ميثاق الأمم المتحدة، وكانت بمثابة إجراء مضاد وكانت قانونية تماما. وأشار إلى أن جميع الأهداف كانت عسكرية، وتم استهداف 3 قواعد عسكرية ومركز استخباراتي كانت تستخدم ضد إيران، مؤكدا لم نستهدف المدنيين بتاتا وسنرد على أي رد. شهدت محافظة ميسان اليوم الأربعاء 2 أكتوبر تشرين الأول 2024 تظاهر قرب الشركات الأجنبية بقضاء الكحلاء على أثر عمل السيارات من المحافظات الأخرى في حقل الحلفاية. وقال مراسل السومرية إن المتظاهرين طالبوا بطرد السيارات التي تعمل في حقل الحلفاية من المحافظات الأخرى، وذلك لفسح المجال لأصحاب السيارات من أهل المنطقة. صادق وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 على محاضر العقود مديريات تربية الكرخ الأولى الكرخ الثانية الرصافة الثالثة على أن يتم إحالتها في الأيام القادمة إلى وزارة المالية. الوزارة ذكرت في بيان إن الوزير صادق على محاضر العقود لمديريات تربية الكرخ الأولى الكرخ الثانية الرصافة الثالثة على أن يتم إحالتها في الأيام القادمة إلى وزارة المالية لغرض توفير الغطاء المالي ليتسنى للمديريات العامة الشروع بالتعاقد والمباشرة.